مرحبا برج الحمل، اهلا فيكم في قراءتكم العامة. خلينا نشوف يا برج الحمل طاقتك خلال هذا الشهر شلون راح تكون. اول جانب عندنا جانب المشاريع والوظيفة، فارس الاغصان او فارس النار هذا انت، تهب الى المساعدة وفي يدك الشعلة. وراها ثلاث الاكواب، عمل جماعي، وننتهي بعشرة الاكواب. طبعا مثل ما تعرفون عشرة هو اعلى رقم في التارو لكل المجموعات، اكتمال الشيء، نضوج الشيء. اشوف ان يا برج الحمل عندك الكثير من الناحية العملية وحتى في البيت، الكثير من المسؤوليات اللي حتى متداخلة في بعضها، من كثرها متداخلة في بعضها، صاير وايد عندك ضوضاء وفوضى، مضطر انك تنسق بين عدة جوانب في نفس الوقت. لذلك دائما هني تهب الى المساعدة، ما يمديك ترتاح من مهمة او عمل قمت فيه في الوظيفة في مشروعك الخاص او حتى في مشروع الاهل، اذا انت تعمل في بزنس عائلي، الى يطلع لك شيء جديد تضطر انك ايضا تروح وتسوي. النصيحة لك خلال هاي الشهر ان تعتمد على ثلاث الاكواب، العمل الجماعي. راح تكتشف انه مو فقط انت انزين اللي تقدر تحمل الشعلة لوحدك، لما تحملها لوحدك راح تستهلك، تستنزف، تكون تعبان. خل المقربين منك اللي تثق فيهم، اللي تحبهم، سواء كانوا في مكان العمل، سواء كانوا في مشروعك الخاص، مشروع الأهل، اللي تثق فيهم خلهم يساعدونك، تناوبوا. ولو كانوا مثلا في الوقت اللي انت تعمل فيهم تعبانين، في الوقت اللي هم يرتاحون يعملون وانت ترتاح، يعني اعكسوا، دائما اعكسوا، اعمل معاهم. خلال هاي الشهر وايد محتاج الى التنسيق مع هذين الاشخاص اللي في حياتك، الفريق اللي عندك مهما كان، ممكن يكون اخ، زملاء عمل، نسق معاهم، لان مع بعض جهودكم الجماعية راح تتدفق، يكون في طاقة الماء، طاقة الانسجام. لا تعتمد فقط على طاقتك المستقلة بروحك، لا، أعطهم جزء من المسؤولية، سو مثل ما نقول شيء اسمه delegation، عشان تصل خلال شهر يوليو إلى عشرة الأكواب، تصلون إلى مرحلة تقدرون شوي ترتاحون فيها وتقولون نجحنا في إن وصلنا مشروعنا أو وظيفتنا أو أحلامنا لمستوى معين مع بعض. هذا النجاح نجاح مشترك ترى، كأنما يا برج الحمل أشوف أن نجاحك على الصعيد العملي أنت تعتقد أنه فقط يعتمد على جهودك، متى أنا أحصل وظيفة، متى أنا أحصل منصب، ولكن جمال واقعك يكمن أن أنت وحبايبك والمقربين منك صعودكم راح يكون متناسق مع بعض، أو مكتوب يعني كتبة إلهية أن تصعدون مع بعض. لما مثلا أخوك يتخرج، في برج بعد طلعت له نفس الطاقة، طاقة مشابهة، مثلا لما أخوك يتخرج يحصل على وظيفة أنت تترقى مع بعض، شيء في هارموني، في انسجام. فركز أنت على هاي البيئة اللي عندك، الأشخاص اللي يحاولون يصعدون، الأشخاص اللي تقدر تثق فيهم، تعطيهم جزء من المسؤوليات، عطهم، لا تشيل كل العبء لوحدك، لأن هاي الفارس فارس سريع، نعم يهب إلى المساعدة ولكن سرعان ما يستنزف. ننهي الشهر بعشرة الأكواب. عشرة الأكواب هو اكتمال السعادة داخل البيت. اللي يريد أن يتخرج تخرج، اللي يريد أن يحصل على وظيفة حصل. سعادتك خلال هذا الشهر في الحياة العملية مربوطة أيضا بأداء من تحبهم، عشان كذي أقول لك نسق معهم. نشوف جانب الأموال يا برج الحمل. برج الحمل كريم، خلنا نشوف عندك كارت العالم، دائما يعني ختام مرحلة معينة أو سفر. كرت رقم صفر تعرفونه، هو كرت اللي دائما أسميه المشاغب أو الأحمق، اللي مستعد يقفز من أعلى التلة، والعالمة. أنت خلال هذا الشهر، بداية من هذا الشهر، حان الوقت لأن تري العالم ألوانك الحقيقية، شخصيتك الحقيقية، لأن أنت قاعد تعكسها في طريقة تعاملك مع الأموال. تأتيك الأموال، أشوف أنه راح تأتيك الأموال، ولكن أو أتتك حتى احتمال من شهر ستة ابتدت تدخل حياتك. أنت هني ما بين اختيارين ما تقدر تجمع بينهم، يا يمين يا يسار. الاختيار اللي يسار يقول
الأموال اللي تأتيني أنا برج الحمل أعيد استثمارها في جوانب ستنمي هاي الأموال من أجلي. مثلا إذا عندي 1000 دينار أستثمرها في شيء، أحطه في شيء يظهر لي أموال أكثر. بعد فترة بسيطة هاي 1000 يصير 1100 1200 لحد ما يصل 2000 ويتضاعف المبلغ. هذا هو تفكير التجار، هذه هي عقلية الانتربرنور الرائدين في مجال الأعمال. وإن كانت الأموال تشوفها مو وايد، ترى كثرة الأموال التجار على مدى التاريخ أثبتوا لنا أن كثرة الأموال مو هي الطريق اللي وصلوا بها إلى أحلامهم، وإنما طريقة تسخير الأموال اللي تأتيهم، سواء كان مبلغ زهيد. إنزين، يا ما نعرف إحنا قصصهم، بنوا كل إمبراطورياتهم على مبلغ زهيد من الأموال، سواء كان مبلغ زهيد اللي يأتيك أو مبلغ كبير. لا تتأفف، طريقة استخدامك له هو اللي يحكم أنت وين راح تصير من بعد شهر يوليو. عندك هني جنبه الخيار الثاني يمين، المشاغب. المشاغب هو اللي يقول ما عندي مسؤوليات، ما عندي ديون، من حقي أني أستمتع كل الاستمتاع في الأموال اللي أتتني. إحنا ما نقول أنه لا تستمتع يا برج الحمل، ولكن على الأقل خل في مبلغ لنفسك تستمتع فيه، تسوي فيه اللي بخاطرك، وفي مبلغ تعيد استثماره، تعيد استثماره من أجل أن ينمو غدا. هذا الكرت يقول كل فلوسي راح أصرفها في أشياء أنا محتاجها، في أشياء اللي طالما رغبت فيها. دائما في شيء راح يكلفك شيء، صرف الأموال راح يكلفك أن أنت ما تقدر تستثمرها. هذه هي الرسالة لك. وهنا عندنا النصيحة، النصيحة العالمة، العالمة هي الحافظة اللي تحفظ. أيضا عندك خيار ثالث، الخيار الثالث إذا من ناحية الأموال يا برج الحمل، إذا حاليا عندك أموال أو بتأتيك أموال خلال هالشهر ومو عارف شلون تستخدمها، هل أصرفها؟ أصرف جزء واستثمر جزء؟ إذا لو بستثمرها أستثمرها في شنو؟ الخيارات كثيرة، الخيارات كثيرة. وايد عندي أشغال في الفترة الحالية، ما أقدر أخذ خيار. إذا مشغول يا برج الحمل، أفضل شيء تسويه إن أنت تحفظ أموالك، تخبيها، توفرها، تحطها في مكان آمن على جنب لحد ما تتفرغ من هاي المهمات اللي شفناها عندك في الحياة العملية. تتفرغ، يصير عندك شوي وقت وطاقة أن تضعها في مكانها الصحيح. هذه هي النصيحة اللي أشوفها لك هنا. ولكن شوف، كل ما صرفت إنزين راح تقل الأموال اللي عندك، وحتى لو كنت محتاج إلى هاي الصرف، الضروريات لابد منها، كل ما صرفت راح تقل عندك الأموال اللي في جيبك اللي تقدر عن طريقها تنمو. 1000 يصير 2000 وصير 5000. هاي الطاقة وهاي النصيحة اللي موجودة لك في الناحية المالية. خلنا نشوف ناحية الدراسة يا برج الحمل. عندك ملكة النار، أنت قادر ومستطيع ومتمكن، هذا عنصرك وهذه هي ملكتك، ملكة الأغصان. 9 السيوف، كل القلق. عندك مخاوف بخصوص الدراسة، مخاوف بخصوص حتى اختيار التخصص، تغيير التخصص، نتائجك في الامتحانات، عندك مخاوف بشكل عام من الدراسة. ولكن دائما 9 السيوف دائما نسميه الكارت اللي مو موجود. مخاوفك مو مبنية على حقيقة، لا، مبنية فقط على شيء داخل نفسك، يعني مو حقيقية، مو موجودة مخاوفك. 4 الخماسيات، تريد أن تبقى في مكانك المريح. شوف يا برج الحمل، كأنما الرسالة لك خلال هذا الشهر، لا تخاف أنك شوي تجازف في أمور الدراسة، لا ترضى، هني يقولك لا ترضى فقط أنك تنجح، لا تقلل من تقدير نفسك أنت، مو الآخرين يقللون تقديرك، أنت هذا الشيء أشوفه قاعد ينبع منك أنت. ولا ترضى بالدرجات المعتدلة، هذه هي الدرجات المقبولة المعتدلة، جيد أو جيد جدا. أنت تقدر في هذا المجال اللي أشوفك تحبه ولكن في نفس الوقت خايف منه، تقدر أنك تتربع على عرش التميز والتفوق والإنجاز، فلا ترضى بمقام الحمامة وأنت مستواك مثلا صقر. هذه هي الرسالة لك، تقدر تحقق أكثر بكثير من اللي قاعد ترضى فيه من ناحية التحصيل العلمي. قاعد أنت تقلل من تقدير حتى جهودك، أنت تفكر أنه مثلا فقط أقدر أدرس في الفترة الحالية، لا، أنت تقدر تدرس وأيضا تعمل، تدرس وتتدرب، تدرس وتبحث.
هذا الكر دائما يقول stretch your wings، بما معناه أطلق لجناحيك العنان، أطلق طاقتك الداخلية، لا تخلي المخاوف، الخوف من المجهول إنزين والخوف من التغيير هو اللي يحدك. أنت قادر على أن تحصل على التميز في مجالك الدراسي أو في تحصيلك العلمي. خلينا نقول برج الحمل بخصوص الهجرة، ستة الأكواب في مكان في دولة لطالما تتمنى أن تذهب إليها، تخترق في عليهم نفس الحاجز أو البابل النفاخة البالونة اللي تحاول أن تخترق في هذه الدولة تذهب إليها. بما معناه قدمت أوراقك، حاولت أنك تجتاز المعايير، حاولت أنك تقوم يعني بكل اللي في يدك من أجل أن تحصل على الموافقة، لأن هذه دائما كان حلمك، عندك حلم من بعيد ابتدأ من زمان ولحد الآن يراودك في الهجرة. ينتظرك السيف الأول، كأنما تشوف من قلت لك حسيت ان هني عندك نفس البالونة او في شيء قاعد يمنعك من ان تذهب الى هاي الدولة، مو فعلا المعايير، وان كان الجواب السطحي هو الاشتراطات المعايير قبولهم لطلب الهجرة، ولكن انت محتاج السيف، راح تقدر تخترق او راح يأتي القبول، تأتي الموافقة لما تحصل على السيف. ما هو السيف؟ دائما السيف الأول، الخماسي الأول، رقم واحد، هو أمر من الله سبحانه وتعالى، لأن دائما يكون معاونة ربانية شيء مرسل مباشرة من الله سبحانه وتعالى. فأمورك اللي تعسرت طالما في السابق في الهجرة، أنت كنت تعتقد أنه بسبب اشتراطات، بسبب أنظمة، نعم، ولكن بسبب أن أمر الله لم يأتي في ذلك الوقت. تأكد أن في الفترة القادمة لما يأتي أمر الله، ما هو إلا مسألة ترهني توقيت، لما يأتي أمر الله مهما كانت الاشتراطات، مهما كانت الصعوبات، أنت راح تقدر تتجاوزها حتى بأقل جهود ممكنة، بأقل جهود، بدون ما تتعب نفسك وتذبح نفسك وتظل تفكر وتتعب، لا، أمر الله سبحانه وتعالى، إن أراد شيء أن يقول له كن فيكون. هذا بخصوص موضوع الهجرة. إنزين، فهني مسألة مجرد انتظار وتوقيت حتى تحلى بالأمل لحد ما يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. نشوف بجانب الصحة، عندنا الكوب الصغير، ملك النار، انزين، والمسؤوليات هي اللي متعبتك يا برج الحمل، وعندنا كرت برج القوس، الاعتدال أو التوازن، temperance، إهمالك لنفسك يا برج الحمل على مدى، شوف على مدى فترات طويلة، لأن عندنا الملك ياخذ وقت عشان ينضج. أسلوب حياتك كأنما أشوف برج الحمل صار لفترة طويلة قاعد يتبع أسلوب مو صحي من أجل نفسه، حتى طلعت أو بانت عليه أعراض التعب أو المرض. شوف الملك هني ابتدى يظهر عليه التجاعيد. شنو أشوف عندك خلال هاي الشهر يا برج الحمل؟ لازم تنتبه على صحتك بما يخص السوائل في جسمك. أشوف هني برج الحمل كأنه ما يحب وايد يشرب سوائل، ولو قرر إنه يشرب سوائل دائما يذهب إلى الشاي، يذهب إلى أي سوائل ما عدا الماء. أنت هني اللي تحتاج الماء. قاعدة أشوف عندك بوادر، ارتفاع في السكر، أو حتى بعضكم يمكن مصاب بالسكر. زين، ما وصل إلى مرحلة خطيرة، ولكن ابتدت عندكم مضاعفات في المسالك البولية، في الكلى، في التهابات الكلى. إذا عندكم هاي العوارض، إذا ما عندكم معناتها صحتكم زينة، وهاي الرسالة مو لكم، ولكن إذا عندكم، بما معنى اللي محتاجين إن تشربون الماء، لا أدوية ولا طبيب ولا أي شيء. اللي ناقص عندكم من سنين، من فترة طويلة، هو الماء، الماء والشمس، التعرض الصحي. كان ما تشوف انت هني قاعد تكت الاكواب، دائما ما يعجبك شرب الماء، متعود انه في يدك كوب شاي، كوب كوفي، كوب عصير، كوب لاتيه. لا، انت هني محتاج ان ترجع الى الطريقة القديمة، وهي شرب المياه، لان فيها صحتك وفيها كل هاي المشاكل اللي تأتي لك من الكلية والسكري تذهب. ترى الجانب القانوني، ملكة النار او الاغصان مرة ثانية تكررت عندنا، كرت العالم أيضا تكرر عندنا، وثمانية الأكواب.
تشوفي هني يا برج الحمل في اشخاص يحاولون يلتفون عليك، يحاولون يقنعونك اما ان ترضى بتسوية او توقع معاهم على عقد. هم يبونك توقعه انزين عشان يربطونك قانونيا او يقيدونك قانونيا. اشوف ان هني بما ان عندنا كرت العالم اللي له يد في الموضوع هو احد الابراج الاساسية، هذه كرت العالم فيها اربعة الابراج الاساسية لكل مجموعة. مجموعة الهواء عندنا البرج الرئيسي الدلو، مجموعة النار البرج الرئيسي الاسد، مجموعة التراب البرج الرئيسي الثور، ومجموعة الماء البرج الرئيسي العقرب، ولكن ما اعرف ليش هني مخلي رمزة النسر. انزين هذين الاشخاص من احد هاي الابراج ما تمكنوا منك، يحسون انه ما يقدرون يسيطرون عليك لان كفة القانون دائما التسويات اللي قاعدة تصير داخل المحكمة او الجهاز القضائي تميل الى صالحك، فاخر شيء راح يحاولون ان يسوونه ان يوقعونك في شباك عبارة عن توقع عقد او توقع اتفاقية، توقع مساومة او تسوية. خلينا نقول لا نصيحة لك ان ما تصدق كلامهم وما تقع في هذا الفخ، لان ما لقوا طريقة ثانية. يعرفون ان كف القانون راح تكون الى جانبك انت، عشان كذي يحاولون يقيدونك. فلا تخاف او لا تضعف امام العروض اللي يعطونك اياها، ظل مثابر، ظل اتحرك من اجل نفسك، وظل طالب بحقك في رواق المحكمة. وصلنا الى القراءة العاطفية، ودائما اقول لكم اعكسوا اذا حسيتوا ان الطاقة العكسية. يعني مثلا اذا القراءة تقول ان الشريك هو اللي صد، ولكن انت تعرف نفسك يا برج الحمل انت اللي صديت، اعكسها. انزين يقول لك ذلك الشخص الذي تتحرق الغالية غيرة من سنبل طيبة، يتدلل ثانية على عاشقيه المولهين ويعاتبهم. اشوف هني في شخص معين دخوله وخروجه من حياتك كان سريع، او تغيره عليك كان سريع. السبب هني غيرة، تشوف الناس اللي حوله، الناس اللي عينهم عليه انتبهوا لك وصارت في غيرة، صار في محاولات تخريب، لذلك هو تدلل ثانية وابتعد عنك. ابتعد عنك وكأنما يعتقد ان الغلط فيك، او كأنما انت اللي سويت شيء يا برج الحمل. انت ما لك ذنب سوى ان هاي الشخص وراء حاشية، وراء اشخاص حاطين عينهم عليه، ودائما غاروا منك فاخرجوك من المعادلة. خلنا نشوف خروجك مؤقت ولا دائم. يقول لك ويمر على قتلاه مسرعا كالريح، فماذا نعمل وقد مضى كالعمر في عجلة وسرعة. هذا الشخص طريقة ابتعاده عنك، طريقة دخوله وخروجه هاي السريعة من حياتك، او حتى طريقة شلون تغير عليك بين يوم وليلة، ما عطاك فرصة لا تعبر، لا تشرح، لا تحاول تعمل على الموضوع، لا تفسر له ولا يفسر لك، على طول اخذ قرار. تسرع، يمكن انك تتعامل مع برج مائي او هوائي يا حمل. وطلعته الجميلة من وراء شعرها المتهدل كأنها الشمس النيرة أمامها الغيم والسحاب. هذا الشخص اللي أقول لك عنه، بغض النظر حين الكلام لمن، هذا الشخص اللي أقول لك عنه لما يكون موجود في حياتك وبروحه الوضع بينكم يكون جدا جميل، أحلام وردية، ولكن على طول الشمس، شفت الشمس على طول يكون حولها إلا ما يصير مثل غيم وسحاب، على طول حول أشخاص يعملون إما نوع من التخريب، السحر، العين، محاولات تخريبية. هاي الناس دائما يتبعونه، ما يتركونه في حالة. لذلك طلعته الجميلة، دخوله في حياتك أو وضعكم الجميل مع بعض ما صار له استمرارية، لأن في هاي الناس اللي حوله، الطرف الثالث، وأشوفه مو شخص واحد، مجموعة من الناس اللي غرضهم التخريب. من الشمس تطلع وتشرق يأتي السحاب يحاول يغطي نورها، وهذه هي طاقتك أنت يا برج الحمل، طاقة الشمس.
ولقد أجرت عيني سيلا من الدمع في كل الأنحاء والأركان حتى ترتوي بها شجرة سروك فتزدهر وتزدان. قدمت التنازلات أنت يا برج الحمل، قدمت التنازلات، صبرت، تحملت، ولكن وصلت إلى كأنما طريق مسدود، لأن مبادراتك ما تم الرد عليها من قبل هذا الشخص، كأنما مبادراتك وصلت إلى صدى الكون وظلت تمشي بروحها، ما كان في رد، ما كان في رد على اتصالاتك، ما كان في رد على محاولاتك. هذا الشخص في ابتعاد عنك عايش حياته يعني. ولقد تخطى غمزات عينك الجسورة فترهق دمي، ولكني أدعو الله أن يهيئ لها ما تريد فتفكيرها صائب. الوضع اللي أنت فيه يا برج الحمل وإن كان متعب لك نفسيا عاطفيا، مو مرتاح، مو مرتاح إن في شخص ظلمك، واللي ظلمك عايش حياة تطول بعرض، سعيد، يبتسم، أماني تتحقق، وأنت المظلوم تحس بالكتمة، أنت تشوف إنه ما في عدل. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول لك هذا هو العدل، الوضع اللي أنت فيه الحين هو العدل. لا تنظر إلى الوضع بشكل سطحي إن أنا المظلوم وأنا اللي ما أخطأت وأنا اللي خسرت، لا، تفكيرها صائب. الله سبحانه وتعالى ترى يؤيدك أنت وإلى جانبك أنت. الوضع المؤقت اللي يضحكون فيه هؤلاء الأشخاص وقاعدين يخربون فيه، هذا مجرد تهيئة من الله، تهيئة لشيء أكبر قادم في الطريق. شنو هو يكون الشيء؟ بنشوف. وإذا كان ماء الحياة هو ما تحتويه شفة الحبيب، فليس نصيب الخضر إلا لمحة من السراب. الخضر هو عليه السلام هو اللي واقف على أو حارس ماء الحياة حسب اللي نعرفه. فكأنما هني انت تعتقد، شوف الشيء اللي انت موجود فيه وهم يا برج الحمل، انت تعتقد انك خسرت الحبيب وانه هو موجود معاهم، لان حاليا هو مؤقتا انصت اليهم وصدقهم وموجود معاهم، وحاليا مؤقتا الكفة صارت لصالحهم. لا، العدل الالهي ما يعمل بهاي الطريقة، العدل الالهي يعمل بطريقة اللي يضحك في الاخير، اللي يضحك في الأخير. إنزين، نرجع إلى الخضر وماء الحياة. شوف، في شيء وهم عندك في علاقتك مع الشريك. أنت تعتقد الأسباب الأولية تقول لك بسبب تدخل هاي الأشخاص صار في بعد بينك وبينه، صار في بعد بينك وبينه لأسباب أعمق، أسباب إلهية، أسباب تخص التوقيت، أسباب تخص هذا الشخص. كأنما أنت ترى الخضر اللي واقف على ماء الحياة، ولكن هذا الشخص هو اللي ما استوعب هذا الشيء، هو اللي ما وصل لفهم من هو برج الحمل في حياتي. لأن ما وصل إلى هاي الفهم والإدراك، لذلك صار في ابتعاد، وإن كنت تفكر أنه بسبب هذين الأشخاص. والله طبعا ينصرك على من ظلمك وينصر الجميع. ورأيت عينك المخمورة، ورأت عينك المخمورة حب قلبي لك، فمزقت كبدي وكأنها التركي المخمور يميل إلى شواء من كباب. هذين الناس يمكن لا يريدون شريكك أو الشخص اللي في بالك، لا يريدونه، ولا أصلا كانوا حاطين عينهم عليه ولا حتى رغبانين فيه، ولكن مجرد رأوا لمحوا في عينك أنت، أو سمعوا شموا ريحة أن أنت يا برج الحمل عينك عليه، ابتديت تتعلق فيه، ابتدى يصير في بينكم حب، قطعوا عليك الطريق، صار في تمزيق، مزقوا العلاقة كأنها التركي المخمور يميل إلى شواء الكباب. أخذوا منك هذا الشخص، انتزعوه، حتى ما أخذوه، انتزعوه لمجرد العناد، لمجرد أن يعاندونك أنت، لمجرد أن تخسر أنت. لكن اذكر دائما أن الشاطر اللي يضحك في الأخير. وليس لروحي الضعيفة وجد لسؤالك، ولكن ما أجمل حال المريض الذي يتلقى الإجابة من حبيبه. إن كأنما في يدك الحين حاليا ما في يدك شيء تسوي ترى يا برج الحمل سوى الدعاء. الدعاء هو سلاحك. يقول لك ما أجمل حال المريض الذي يتلقى الإجابة من حبيبه، رح يأتيك الجواب بعد فترة. الجواب اللي الحين أنت تدوره وتحاول أن تلتقفه
هو هذا الجواب راح يأتيك إلى حضنك، إلى المكان والمحل اللي أنت موجود فيها يا برج الحمل، اللي أنت تسعى وتدور وجد سؤالك تسعى عليه، السؤال هو اللي راح يقع في حضنك، أو سوري الجواب، الجواب اللي يقول اللي تشوف هذا الشخص شريكك يرجع يعتذر، اللي يرجع يقول لك حقيقة اللي صار، يبرر لك بدل ما أنت تبرر له، بالعكس يبرر لك شنو اللي صار وأنه هو آسف ويكتشف هاي الألاعيب، يكتشف هاي الألاعيب راح تصير بعدين. ما أجمل حالك أنت يا برج الحمل لما أصير هذا الشيء، والله ينصرك على من ظلمك. إنزين آخر بيتين يقول لك: فمتى تستطيع عينه المخمورة أن تنظر إلى قلب حافظ الجريح وهي نشوة لا تعي توزع الخراب في جميع الأنحاء؟ هذا الإنسان لحين في حالة نشوة وسكر، سكر مو حقيقي، سكر نفسي، لحد الآن ما أدرك الألاعيب اللي قاعدة اللي انحاكت تجاهك وتجاهه يا برج الحمل. لما يدرك لحد الآن كأنما في حجاب على عينه، في طمس، في سحر، في محاولات تخدير عن طريق السحر، عن طريق الألاعيب حتى مو بس السحر. لما هو يصحى من هاي الألاعيب، لما هو يكتشف يستيقظ صحوة حقيقية للحياة، راح يأتيك لحد محلتك إنزين، ويكتشف كل هاي القصة اللي صارت، ولكن يأتيه الاكتشاف بعد حين، لأن هني يقول لك متى التوقيت، الشيء اللي الربط أو الشيء اللي انحاك من أجل تمزيق علاقتكم راح ينكشف بعدين، راح يرجع لك حقك. دائما برج الحمل من الأبراج اللي يرجع لهم حقهم ولكن بعد حين. المسألة الحين متى؟ مسألة انتظار، مسألة توقيت، مسألة متى يأمر الله سبحانه وتعالى إن خلاص حان الوقت إن هني نكشف المخفي ونفك عوق برج الحمل. عزيزي برج الحمل هذه